تمريرة إلى مانو سانشيز البديل العرضية داخل منطقة تصويب الله جول أول لأوساسونا على كرة القدم على ما يفعل أرسات ما يفعل أوساسونا يق الكرة خطيرة يأتي التعادل في وقت يطالب فيه لاعبي أوساسونا بتسلل يأتي التعادل لفياريال الآن تلعب الركنية في المنطقة على الثانية بوديمير أنتي بوديمير أسينخو للأمانة يعاني أمام فرص أوساسونا القليلة لكن يبحث عن عبور هنا عن خطر تسديدة لربما الله جول عن طريق جيفارا تصويبة بقدمه اليسرى ليست للتصدي خطا قادش هنا محاولة إلى الأمام الثاني تصويب ولم يحن له بال حتى أضاف الهدف الثاني في هذه المباراة ألكسندر إيساك السويدي يسجل هدف المقدم لوضع الكرة في الشباك الله مرور من الجهة اليسرى هنا الآن بالرأس الله كرة راسية خاطفة من جانب فالنسيا البرازيلي غابرييل باوريسا يسجل هدف ضربة ركنية كرة ملعوبة عرضية بالرأس وثبات عطا 1-0 لفريق البرغامو فعل الكولومبيانو فعل زاباتا بالراس يتقدم لمصلحة أتلانتا مالينوفسكي الله على التمريرة وهدف ثاني فعل زاباتا كمان زاباتا الكولومبيانو يسجل هدف للأمام عرضية ضربة راسية تتهيف له قوية تعيد فيورنتينا هو الهدف لو فيت في اليسرى قوية 2-1 فيورنتينا يعود كوامي مريعتي كوامي والثاني والتعادل لقد فعل فيورنتينا وسجل بل وعدي لوليت يتقدم لوليت يحاول ويسجل جول هدف ثالث السلام يأتي من لوكاكو بامتياز حكيمي الله دييغو ليما يا سلام على التمريره خذوهات الله على النقلات يا سلام تمريره خذوهات بعد ذلك اتى بالهدف الاول عن طريق فابيان روث تمريره اولى تمريره مرتز بتمريره بينيه الى اوسيمين ينهي الامور سجل الهدف الثاني لمصلحة نادي نابولي
ضغط مبكر، وادي امامنا فرصه ممكن يسجل كراسكو الهدف الاول. الهدف الاول خمس دقائق كانت كافيه عشان يسجل الدوري البلجيكي يانيك كراسكو هدفه الامامنا هنا الثالث هذا الموسم في اطار الدوري، ووصلت الى 51 لقاء واربع اهداف مع المنتخب، وهدف التعادل. هدف التعادل عن طريق كريستيان تيو. هدف التعادل تيو امامنا اهو في الدقيقه 20. كره حلوه اتعملت حلوه، وادي مانويل بيليجريني اللي وضع ثقته النهارده في اللاعب السابق والمرور داخل منطقه الجزاء والعرضيه. ثاني كريستيانو، يا الأولى أبت والثانية رفضت، ولكن مراتا قال الثالثة ثابتة. الفرحة ثابتة، قال الفار. كرة ومحاولة داخل منطقة الجزاء. كرة ملعوبة هنا داخل منطقة الجزاء، الفرصة والمحاولة والتسديدة وفي الجول. هدف ثالث لصالح اليوفي عن طريق أوستن ماكيني يدون الهدف الثالث في وهذه كرة من سفيان رحيمي. رحيمي جول، جول لفابريز نجوما، غدارة رأسية رجوية نارية. يا سادة يا كرام، الفريق المغربي متعدي في قلب العاصمة المصرية. سفيان اللي وزع كرة جول. الهدف الثاني هذه المرة لبن مالونجو، هدف رائع. الفريق المغربي يطيح ببيراميدز بالكرات الثابتة. بن رحيمي، سفيان، شنو هذا يا سفيان؟ ما الذي فعلته يا سفيان؟ سفيان الفنان، سفيان سك الأمان. هدف عالمي من سفيان رحيمي. سفيان لم يرحم فريق الكرة. الهدف الأول مساكني أحلى كشريدة، والهدف الأول يا من السفاقسي صاحب الأهداف الحاسمة في آخر الجولات يسجل هدف السبق، سجل في الترجي وسجل في الإفريقي ويسجل في السياسة. قلت لك النجم الرئيسي واحذر الدياراف، وإنما أحذر النجم السحلي، خطيرة وفرصة. الهدف الثاني كشريدة من أريال يصبح بونتا، يدخل الوسط، يدخل العمق ويسجل الهدف الثاني. أول لمسة على مرمى قعلون في الشباك، كورة تأتي بالحلول. إحساس وخطيرة، ومرة أخرى الشيخاوي، قلت لك على ياسين، التسديدة ممتازة والهدف أروع. الهدف عالمي عن طريق عزمي غومة من أهل العزائم، تأتي بكرة صاروخية يا غومة. غومة يفرح أولاد الحومة. توكريدان صوات، توكريدان وجول جول 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 براس صوات في 90+2 يتعادل.